ما هي الدوافع الإنسانية؟ أقصد شنو بدوافع؟ إيه اللي بيخليك تقوم تطلع من بيتك تمشي تشتغل ولا تجتهد ولا تقوم بأي نشاط؟ إيه الدافع؟ إيه المحفز؟ إيه المحرك؟ خلونا نتكلم عن هذا الأمر في هذه الحلقة. السلام عليكم، إزيكم؟ وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يعود علينا في السودان ولأهل السودان بالسلام والمحبة والاطمئنان والاستقرار، وبلدنا يكون بعزته وبكرامته وبفخره ولسه متماسك ولسه نحن أسياد. اليوم أنا جاي أتكلم معاكم في موضوع موضوع المحفز لأي نشاط إنساني. شنو بيخلي الناس تسعى في الأرض وتجري و يكون عندها أهداف ويكون عندها يعني آمال وأحلام وطموحات؟ الحاجات دي جاية من وين؟ الحكاية دي جاية من حاجة اسمها motivation أو drive. motivation ده هو شنو؟ اللي هو إنه الشيء اللي بيخليك تفعل أي فعل أو تقوم بأي نشاط. صدقوا أو لا تصدقوا، حتى النشاطات اللي بنعتبرها عادية وروتينية دي داير ليها محفز وداير ليها محرك. يعني انت طلعتك من السرير الصباح، قومتك من النوم عشان تنزل من السرير تمشي تخش الحمام ولا تنظف نفسك ولا تتوضأ عشان تجي تصلي ولا عشان تعمل اي نشاط زي ده انت بتعتبره روتيني، محتاج لمحفز. ولو ان عدم هذا المحفز انت ما حتعمل ولا حاجه. حتى في حاجات نحن بنعتبرها اساسيه لنبقى احياء، مثلا ناكل نشرب كده، ممكن الناس اذا فقدت هذا المحفز وهذا المحرك تماما، زي ما بيحصل في حالات الاكتئاب الشديد مثلا او كده، ممكن من سريرهم ده ما يقوم. ولو حاولت تاكلهم بالقوه ولا تشربهم بالقوه ما بيعملوها، لانه خلاص ده فقدوا الرغبه في الحياه، فقدوا المحرك والمحفز لاستمرار في هذه الحياه. وكما نعلم الحياه هي عباره عن مجموعة من النشاطات ومن الأفكار ومن الحاجات اللي بتميزنا كبشر كده، وبتخلينا نستمر أحياء ونستمر نسعى لتحسين وتجميل نوعية وأسلوب الحياة اللي احنا بنعيشه. المحفزات والمحركات دي أنواع، ومن القراءات العامة في هذا المجال ممكن نقول إنه ممكن نقسمها لنوعين، نوعين كبار كده: محفزات خارجية ومحفزات داخلية. خارجية دي جاية من البيئة حولك وجاية من الناس اللي حولك وجاية من كده، وداخلية دي نابعة من داخلك أنت. وكقاعدة عامة يا جماعة، المحفز الخارجي أضعف بكثير من المحفز الداخلي. وإذا أنت ما عندك محفز داخلي، مهما كانت قوة هذا المحفز الخارجي ما في حاجة هتحصل. مثلا من المحفزات الخارجية المشهورة المعروفة اللي نحن كل يوم بنتعامل معاها، هي حكاية مثلا إنه أنت لو عملت عمل معين أنا هدفع عليك قصاده أو مقابله، اللي هو قروش. تشغل في شركة آخر الشهر يدوك راتب، أو إذا عملت مشروع معين أنا هديك قصاده قروش. ده محفز خارجي مهم، وكثيرين جدا من الناس دلوقتي عايشين عبر هذا المحفز، لأنه أو بيقوموا بأعمال معينة بيحبوها ولا ما بيحبوها دي حاجة تانية، لكن بيقوموا بهذا العمل لأنه في النهاية أنت حتديني هذا المحفز اللي هو ضروري بالنسبة لي، عشان أنا أقدر أدفع فواتيري وأصرف على عيالي، ولا عشان أصرف على نفسي، ولا عشان أشتري الحاجة اللي أنا دايرة وكده. أوكي؟
فمن المحفزات الأخرى هي مثلا وصول إلى درجة معينة أو مميزة في المجتمع، وظيفة، شهادة، ما بعرف إيش، دي كلها محفزات خارجية. المحفزات الخارجية دي عادة عندها القدرة إنها تدفعك للأمام وتخليك مستمر في حياتك، ولكن من النادر جدا إنها تكون سبب في إنك تبلغ مبالغ عليا ولا قصوى من الإنجاز. وده أنا بقصد به شنو؟ البشرية دي فيها عدد محدود جدا من البشر أثروا في شكلها. بشر دي لهم آلاف السنين موجودين على سطح الأرض، ولكن نحن بنذكر أسماء بعينها هي أدت إلى المستوى، وصولنا إلى هذا المستوى الحالي من أسلوب الحياة وهذا المستوى الحديث من الحياة. يعني الحياة دلوقتي على وجه الأرض تختلف تماماً عما كانت عليه قبل آلاف السنين، لما نكون ضحية للحيوانات المفترسة وكنا نصارع ما نصارع من الصعوبات. دلوقتي الحياة بقت سهلة ومسهلة ورخية، والناس بقت عندها يعني اهتمامات أخرى غير إنه أنت تحافظ على نفسك أو تحافظ على حياتك، تعيش مبسوط، تخترع، تكتشف، تعرف، تتعلم. حاجات بقت أجمل بكثير. البشر اللي ساهموا في وصولنا لهذا المستوى كانوا مختلفين، واختلافهم في إنه هم عندهم دوافع مختلفة عننا أو عن باقي البشر. غالبية البشر كانوا بيمشوا بقاعدة مستمرة لحد دلوقتي unfortunately للأسف، يعني اللي هي قاعدة الجزرة والعصا. ده المحفز اللي كان شغال، وهو محفز خارجي تماما. المحفز العام اللي نحن بيستخدم منذ آلاف السنين هو محفز الجزرة والعصا. يعني شنو؟ الجزرة هو إنه أنت يتم ترغيبك زي البغل ولا الحمار اللي بيخطوا قصاد جزرة بينزلوها بخيط كده ويربطوها في عصاية وخيط ويحطها قدام الحمار، والحمار ده يمشي. التحفيز له هنا شنو؟ إنه يمشي العمل اللي إحنا دارينه يعمله، إنه يمشي ويعمل. أوكي؟ فهو معتقد إنه حيصل لهذه الجزرة، ولكن عمره ما حيصل لها مثلا. يعني فيها نوع من الخداع والمراوغة بدرجة من الدرجات. العصا إنه أنت تضرب الحمار عشان يتحرك، ودي طريقة سيئة جدا للتحفيز. ها؟ اللي هي نحن دلوقتي شفناها في حرب الجنجويد دي، اللي هي يجي يمسك لك الكلاش في هنا يقول لك اعمل كده غصب عنك، ما عندك خيار، ما عندك هناي، وتحت الترهيب وتحت العنف وتحت الكده تعمل اللي انا داي. القاعدة دي بتاعة الجزرة والعصا دي ممكن تشتغل في إنه تخلي الناس يعملوا الأعمال المتوسطة التأثير، الأعمال اللي بتؤدي إلى مثلا يشتغلوا في مصنع، يشتغلوا ما بعرف وين، حتى للناس اللي في الدرجات العليا من الوظائف لما يشتغلوا بقصة الجزرة والعصا دي إنجازهم لا يتعدى المتوسط. إذا أنت عاوز الناس فعلا تصل إلى مستوى من الإنجاز مرتفع جدا ومؤثر جدا، اكتشفوا إنه في 3 حاجات أساسية يجب أن تتوفر لهم. واحد من هذه ال3 أشياء هي الإرادة الحرة، تديهم الفرصة إنهم يختاروا autonomy، تدي الناس فرصة إنها تختار تعمل شنو، مش تجبرها إنها تمشي في طريق معين، لا تديهم الخيار. وده بيحسسهم بإنه أنت لما تختار حاجة بتكون already يعني زي ما بيقولوا تتملك هذا الأمر، بتكون منفعل معاه، بتحاول تثبت إنه قرارك اللي اتخذته ده قرار سليم
وانه خيارك ده خيار موفق، فيبقى بتكون منفعل مع هذا الامر. قارن ذلك بانه انت اديت شخص تقول له والله يا اخي انا قررت انه انت تمشي الواغ الواغ عشان تشتغل هناك مدير، ما اديته خيار، انت اخترت له، حيكون يمكن يضطر انه يعمل كده وينفذ قرارك ده، لكن ما بيكون منفعل زي ما يقول لك. يجيك مثلا هو بيدر نفسه يقول لك والله يا اخي انا يعني بعتقد انه احنا المفروض نفتح فرع في الواغ الواغ لشركتنا دي، وانا مستعد اكون اول مدير لهذا الفرع. لما انت تختار هذا الخيار وتكون تمشي نفس الواغواغ ونفس الشركه ونفس كل حاجه، لكن انت اخترته، انت قلت دايره، ده هنا بيختلف ادائك. انت لازم تثبت انه كلامك اللي قلته ده صح، انه الخيار ده خيار مفروض انه انا اجتهد عشان اثبت انه سليم. فيبقى حق الاختيار والاراده الحره من الاسباب اللي بتخلي الانسان يبدع ويتحمس ويكون عنده حافز قوي للنجاح. الحاجة نمرة اثنين هي إنه الإنسان يسعى للجودة، لإجادة ما يفعل، ماستري. إذا أنا عندي شخص فعلا بيحب مجال معين، وهذا المجال بيحتاج زيه زي أي مجال، بالمناسبة أنت عشان تكون ماستر أو أستاذ أو مجيد أو مبدع في مجال معين، في مراحل بتمر بيها. المرحلة الأولى إنه يكون في عندك المعلومات الأساسية في هذا المجال. المرحلة اللي بعدها تزيد من هذه المعلومات وتبني على هذه الهناية بشوية تزيد المعلومات وتفهم أكثر وكذا، ده كله علم نظري. المرحلة الثالثة إنه أنت تبتدي عمليا تمارس أو تطبق هذه المعرفة النظرية في الحياة، يا يعني إما تشتغل في المجال ده أو تطبقه. أوكي، خلينا نقول مجال النجارة. مجال النجارة، أنا في الأول لازم أعرف النجارة دي أعرف أنواع المسامير والخشب وأنواع ما بعرف إيش، وحقطع الخشب كيف، وده بيقطعوه 200 وده ما بتاعي، علم نظري. شوية شوية أبني على هذه المعرفة النظرية، وأعرف أكثر عن أنواع الخشب وأين ينمو هذا الشجر، والشجرة دي تقطعوها كيف، ودي بيجيبوها من وين، وده بينشفوا ليه، وده دور شنو، وده بيعمل. تزيد المعرفة بتاعتك عن الخشب وعن المسامير وعن أنواع المناشير وعن أنواع ما بعرف إيش، بقى عندك معلومات غزيرة نظرية عن الأمر. المرحلة اللي بعدها تبتدي تشتغل في مجال النجارة، تشوف لك زول معلم بتاع نجارة، تمشي تشتغل في الدكان بتاعه أو معه في المصنع بتاعه، تطبق هذا العلم النظري في الحقيقة أو في الحياة. شوية شوية هتتعلم أكثر وأكثر، وتجيد ما تفعل، وتجيد وتكون أكثر جودة، وتبتدي أنت نفسك تعلم صبيان تاني. مش الصبي ده هو اللي بيتعلم صح؟ والمعلم هو اللي بيعلمه. عشان تصل لمرحلة الماستري، تكون ماستر، تكون معلم كبير، تكون مبدع في هذا المجال، تبتدي أنت نفسك تطلع علم جديد في الحتة دي أو معرفة جديدة. والله أنا من خبرتي اكتشفت إنه أنا لما الخشبة دي أبلها مثلا في الموية لمدة 3 يوم، وأجي أنشرها بالمنشار نمرة 3 واتنيها ما بعرف شنو، بيحصل كده. دي حاجة جديدة في مجال النجارة، دي ما في غير عملها قبلك يعني. يبقى أنت بقيت ماستر. والكلام ده ممكن تاخده لأي مجال، علم نظري، بعد شوية تطبيق، بعد شوية تعليم، بعد شوية كمان إبداع واختراع. عشان أنت تصل تبقى لهذه الدرجة لازم تكون بتحب الحاجة دي، ولازم يكون عندك حافز داخلي لأن أنت تصل لهذه الدرجة من التعليم. فيبقى الرغبة في الإبداع والوصول إلى هذه الدرجة برضو لازم تكون موجودة، الماستري، الحب، حب الإجادة والجودة والمعرفة. طيب الحاجة الثالثة هي الغاية.
ودي بالمناسبة ما ممكن نستهين ب التأثير بتاعها. الفوايد يقول لك ده واي، ليه أنا بعمل كده؟ الغرض الكبير من وراء ذلك شنو؟ هذا الغرض ها هو من أقوى أسباب اللي بتدفع الإنسان لفعل أي شيء. ودي عادة حاجة أكبر من مجرد الحاجات الملموسة اللي احنا شايفينها، ده إحساس داخلي بأنه أنا بحب هذا الأمر وأنا وجدت في هذه الأرض عشان أعمل كده. ده purpose، ده غرض. فإنت إذا تجمعت هذه الثلاثة أشياء يصبح الإنسان مبدعا، والنجاح يكون عادة من نصيبه، نجاح بيكون باهر عادة. يعني الناس اللي بيعملوا حاجات إبداعية وبيكونوا مبهرين ومشاهير وناس بيخطوا بصمتهم في الحياة بيكون عندهم الثلاثة أشياء دي تجمعت مع بعض عشان تخلق لي دافع قوي جدا جدا للإبداع وللتفوق، اللي هي الغرض. الغرض يكون عادة أكبر من نفسك، أكبر من الحاجات العادية اللي حولك دي. يعني أنا مثلا يجي يقول لي ماشي بشتغل لأنه أنا باخذ مليون دولار في السنة، ده غرض ما عادي. أوكي، فيبقى الغاية وإجادة ما تفعل والإرادة الحرة، ثلاث حاجات دي هي من أكبر الأشياء الداعمة للدوافع الداخلية للإنسان، وإن وجدت مع بعض بتخلق جو فيه نجاح وإبداع. وسياسة الجزرة والعصا دي سياسة ممكن تخلي ناس كتار يعملوا حاجات، لكن حاجات لن تفوق التوسط ولن تؤدي إلى إبداع ولا نجاح كبير. وهي سياسة تتسم بالعنف أو المراوغة وعدم الصدق، فيها نوع من الخداع، يعني كده سياسة ما مشرفة ممكن تقول عليها. أنا ليه بقول الكلام ده كله؟ الكلام ده كله أنا بقوله عشان ألف وأجل إيه؟ الجيش السودان. الجيش السودان أول حاجة أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، رفعتوا راسنا فوق في السماء. هذا الجيش السوداني عشان اوريكم انه المحفز والدافع ده حاجه مهمه. هذا الجيش السوداني كان في اضعف حالاته لما بدات هذه الحرب، من ناحيه عده، من ناحيه استعداد، من ناحيه عداد، من ناحيه اي حاجه، كان في اضعف حالاته. وهؤلاء الجنجويد كانوا في اقوى حالاتهم، كانوا مستعدين وكانوا عندهم خطة وعندهم دعم وعندهم بطريقة لا تقارن بوضع الجيش السوداني. تمت مباغتة الجيش ومحاصرته بهذه الكميات الكبيرة، ولكن هذا الجيش صمد وصندق وقعد لشهور وهو في وضع عسكريا يعتبر وضع سيء، وتعرضوا لما تعرضوا له من انتقاد. كلنا يعني انتقدنا وكلنا تكلمنا، وين الجيش وبتعملوا في شنو بتاع، بالرغم من انه من اللحظة الصفر نحن دعمنا الجيش لانه عارفين حجم المؤامرة اللي ضد الجيش، ولكن كانت قلوبنا في يدنا انه هل حيقدروا يجيبوا الوقفه دي ولا لا. ولكن تعال شوف، تعال شوف الناس دي سووا شنو، خلوا العالم ده كله يستغرب.
إنه كيف يا أخي نحن متوقعين سقوط هذا الجيش خلال ساعات قليلة؟ طبعا إذا سقط الجيش معناه سقط السودان، ساعات قليلة من هذا الهجوم، لأنه نحن جهزنا ودعمنا وحضرنا وجبنا المرتزقة من كل أنحاء العالم ودعمنا هذا الدعم السريع وديناه وفعلنا 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 وخططنا وكده. التوقع كان سقوط الجيش وانهزامه وانكساره وسقوط السودان خلال ساعات، ولكن أبطال هذا الجيش بالذات الناس اللي في الأول ديل أنقذونا من كارثة كبرى بالمناسبة. الحرس الرئاسي اللي صندوا ومسكوا الله يرحمهم ويجعلوا من الشهداء، ديل أنقذوا السودان من كارثة. وهذا الجيش بالرغم ان احنا ما كنا فاهمين سياسته شنو، لكن دلوقتي فهمنا، دلوقتي فهمنا هؤلاء الناس اثبت انهم اساتذه. وانا تحيه لهم، تحيه لقيادات الجيش وتحيه لافراد الجيش وتحيه لكل الضباط وضباط الصف والافراد وكلهم من هذا المكان، لانه تجمعت فيهم هذه الثلاثة أشياء: الإرادة الحرة، وهذه الإرادة الحرة تم تقويتها عبر دعم الإنسان السوداني لهذا الجيش. لأنه يعني أنت بتقول لهم أنت منقذنا ونحن وراك وأنت بتعمل في الحاجة الصح في إنه بتنقذ هذه البلد وإنه كده وكده، بتقوي ثقته في نفسه وفي قدرته على اتخاذ القرار الذاتي، القرار النابع من جوه. بلدنا في اللحظه دي دايره شنو؟ دايرانا نجيف ودايرانا نعمل ودايرانا 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 محتاجه لنا. دي كانت موجوده. الحاجه الثانيه ماستري، الاجاده. اثبتوا لكل العالم، لكل العالم انه هم عسكريا انه هذا الجيش جيش لا يضاهى. بس يعني الناس كلها فاتحه خشم، كيف قدروا يعملوا حكايه؟ كيف دلوقتي جيشنا السوداني ده، وان شاء الله بعد ما يخرج من المحنه اللي هو فيها دي وحيخرج باذن الله، افريقيا كلها حتكون تحتنا. بمعنى شنو؟ نحن بدينا احسن جيش في افريقيا دي. قليل جدا من الجيوش الاخرى تفوقنا من ناحيه عسكريه، من ناحيه اداء، ومن ناحيه كده. وانا متاكده انه هذه الخطه والاستراتيجيه اللي استخدمها الجيش السوداني لمجابهه هذا العداء والتآمر ستدرس في الاكاديميات العسكريه، اكد لكم. الحاجة الثالثة هي الغاية، وغايتنا واضحة، بلدنا، حقنا، عزتنا، كرامتنا، وطننا، دي غايتنا. ولما انت يكون عندك غاية سامية زي دي، ما في زول بيقدر عليك، ما في زول بيقدر عليك. غرنا الكلام ده بالعدو، لنقول إن العدو الجنجويد، هو العدو أكبر من الجنجويد، لكن الجنجويد معرفة عسكرية أنا بعتقد إنها صفر، لأنه أنت ما ممكن يدوك العتاد ده كله وده يكون أداءك، أداء ضعيف، أداء ما في حاجة. إنه فكرة ناس صعاليق جابوه من صحراء أفريقيا قال لهم تعال امسك هذا الحاجات الحديثة دي، يلا امشي انتصروا، مستحيل. يبقى من ناحية جودة أداء منعدمة. من ناحية غاية، الغاية هي التآمر علينا وقتلنا وسحلنا وهزيمتنا ودفعنا خارج منازلنا، كلها غايات أسوأ، كل واحدة أسوأ من الثانية. والغاية لما تكون سلبية كدافع بتكون ضعيفة.
الإرادة واتخاذ القرار منعدم طبعا، الأوامر بتجي من فوق، أمشي أهدم على الفاشل، أمشي أهدم على المدني، أمشي ما بعرف إيش، والتحفيز كله تحفيز خارجي، سرقات ونهب واغتصابات، ودي كل محفزات خارجية اللي هي أضعف بكثير من ما ينبع من داخل الإنسان. ده سبب إنه هؤلاء الجنجويد لم ينجزوا أي إنجاز في هذه الحرب، كلها إنجازات سلبية وبغيضة. وده السبب اللي خلى إنه جيشنا، الثلاثة حاجات دي اللي توفرت فيه دي خلت إنه جيشنا يجي في الوقفة دي ويرفع راسنا، ونحن بعد ده بالمناسبة كوطن وكمواطنين كشعب راسنا حيكون فوق. أنا بالنسبة لي بفتكر إنه دي أهم إنجاز، إنه كرامتنا تمت استعادتها. يس، دفعنا ثمن غالي، ولكن الكرامة هي ما يميز الإنسان عن الحيوان. لما يكون عندك كرامة، وإنما يكون الناس كلها تحترمك، ولما يكون راسك فوق، دي أهم حاجة. دائما الحروب اللي الناس ما عندها فيها زي ما التعبير بتاعنا، من ناحية عدة وعتاد، فيتنام دي دولة فقيرة ما عندهم التكتحم، ناس عايشين في الغابات وعايشين في غرب بسيطة جدا جدا، وتعليمهم هنا ومنقسمين في نفسهم، وناس تعيسين خالص ما في حل. وأمريكا تملك أعظم جيش في العالم، عدة وعتاد وتدريب وكذا وبتاع. حتى لما نشوف حجم الجندي الأمريكي مقارنة بالجندي الفيتنامي أو المواطن الفيتنامي، ما في مقارنة. دي الناس عندهم سوء تغذية وتقزم وكذا، وديل شوف ديل الواحد قدر العجل. ولكن ماذا حدث؟ كانت حرب غير ناجحة. أنا ما بقول إنه ما حققوا نجاح عسكري في بعض المعارك، حصل، ولكن استمروا يحاربوا من سنة 64 ولا 65 يمكن لحد سنة 73 لما سحبوا الجنود بتاعهم، وعانوا ما عانوا، وفي أكثر من نص مليون جندي أمريكي توفوا قتلوا، وده بالمناسبة عدد كبير جدا. وقتلوا دي معناها فقدوا أرواحهم، لكن في جرحى وفي مشاكل نفسية فظيعة الناس دي رجعوا بيها مما شافوه في الفيتناميين دي. الفيتناميين ماتوا منهم كثيرين، يمكن 2 مليون نتيجة هذه الحرب، ولكن دي الناس عندهم دافع قوي، دي بلدنا، ده حقنا، ما بنخلي لكم بقيتوا أمريكا ولا بقيتوا غيره. ويكفوا لهم وقفة، ها؟ وقفة رجال ونساء وأطفال فيتنام كلها وقفت ضد هذه الحرب، وقاوموهم لحد ما في النهاية طلعوا سحبوا جنودهم. والغرض اللي مشوا ليه هو عشان ينصروا جنوب فيتنام ضد شمال فيتنام، فشل في النهاية. شمال فيتنام اقتحمت جنوب فيتنام وانتصروا عليهم ومسكوا البلد بعد سنتين من خروج الأمريكان. يبقى كانت حرب فاشلة بالرغم من إمكانياتك. الجندي الأمريكي ده دافعه شنو إنه يمشي حارب؟ قاعد هنا مرتاح وهناي واستمتع بحياته، تشيله وتودي الغابة دي تقول له مش حارب ليه؟ عشان في شنو يعني؟ إيه الغرض؟ ما في دافع، الدافع غير موجود. لكن ديلك في حقهم وفي أرضهم وبيدافعوا عن حاجات هم مقتنعين بيها، أوكي؟ وبيعرفوا الغابات دي، وبيعرفوا اللي عندهم تحكم، يعني معرفة كبيرة بالبيئة اللي فيها الحرب دي. الأمريكان شو نعرفهم بالغابات دي والمطر دي والطين ده؟ شو نعرفهم؟ ما بيعرفوا حاجة. بيعرفوا يمسك الكلاش كيف ولا يمسك الدوشكا كيف، لكن ما بيعرف الغابات دي، الغابات المطرية دي والزحلقة دي والطين والحفر، ما بيعرف الكلام. فيبقى ما فيش معرفة، ما فيش غاية مقنعة. دي بس ياهو سياسة العصا والجزر اللي أنا بقول لكم دي، أوكي؟ وما في حرية في الاختيار، يعني الناس دي أجبرت خلينا نمشي، والشعب الأمريكي كله ما كان عاجبه الحكاية. فيبقى يا جماعة
وقفتنا مع هذا الجيش بتدعم انتصاراته الرهيبة اللي هو ولا جمل.